الرئيس السيسي يؤكد دعم العراق وحرص مصر على تعزيز التعاون مع بغداد في المجالات كافة. الرئيس السيسي يهنئ فريا الأشرف لحصولها على الميدالية الذهبية للكاراتيه بأولمبياد طوكيو ويعرب عن فخره بكل مصري يرفع اسم مصر عاليا. الرئيس التونسي قيس سعيد يقول إنه سيقدم خارطة طريق للمرحلة المقبلة في أسرع وقت ممكن. السادسة مساء الرابعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. والبداية مع زميلي أحمد أبو زيد، أهلا بك أحمد. أهلا بك دالي، شكرا جزيلا، أسعد الله مساءكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على التعاون مع العراق في المجالات كافة، وذلك في إطار ثوابت السياسة المصرية بدعم العراق وتعزيز دوره القومي العربي. جاء ذلك خلال استقباله الفريق جمعة عناد سعدون وزير الدفاع العراقي، حيث تناول اللقاء التباحث بشأن التعاون الثنائي العسكري بين البلدين الشقيقين. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد الفريق جمعة عناد سعدون وزير الدفاع جمهورية العراق، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن وزير الدفاع العراقي نقل رسالة خطية إلى السيد الرئيس من السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، تضمنت التأكيد على تقدير العراق للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر والاستفادة من تجربة النجاح المصرية الملهمة بقيادة السيد الرئيس في المجال التنموي ونقلها إلى العراق، مثمنا الدور المصري الداعم للعراق، ذلك الدور الذي يمثل عمقا استراتيجيا للأمة العربية، خاصة فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية. وقد طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى شقيقه السيد برهم صالح الرئيس العراقي والسيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، مؤكدا سيادته حرص مصر على التعاون مع العراق الشقيق في كافة المجالات، وذلك في إطار ثوابت السياسة المصرية بدعم العراق الشقيق وتعزيز دوره القومي العربي وتحقيق كل ما من شأنه أن يحقق مصالح العراق وشعبه على مختلف الأصعدة ويساعده على تجاوز كافة التحديات ومكافحة الإرهاب ويحافظ على أمنه واستقراره. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث بشأن التعاون الثنائي العسكري بين البلدين الشقيقين، بما في ذلك برامج التدريب المشتركة وتبادل الخبرات ورفع القدرات، فضلا عن استعراض عدد من القضايا والملفات العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. الرئيس السيسي البطلة المصرية فريا الأشرف بعد إحرازها ذهبية الكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. وفي تدوينة له بمواقع التواصل الاجتماعي قال الرئيس السيسي إن حصول البطلة المصرية على الذهبية إنجاز جديد يدعو للفخر ويؤكد قدرة المصريين على صنع الإنجازات في جميع المجالات، معربا عن فخره بالبطلة فريا الأشرف وبكل مصري يرفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية. كانت بطلة الكاراتيه المصرية فريا الأشرف قد أحرزت أول ذهبية لمصر في أولمبياد طوكيو بمنافسات وزن 61 كيلوغراما فردي سيدات، كأول عربية وإفريقية تحقق هذا الإنجاز. جاء تتويج البطلة المصرية بالميدالية الذهبية بعد فوزها في المباراة النهائية على بطلة أذربيجان.
أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأبطال المنتخب الوطني لكرة اليد، وفي تدوينة على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أكد الرئيس السيسي اعتزازه بأداء الفريق المتميز، وأشاد بما تحلى به الفريق من روح تنافسية وأخلاق رفيعة خلال المشاركة بأولمبياد طوكيو. وأشار الرئيس السيسي إلى أن الوطن الغالي ينتظر من الفريق مزيدا من الإصرار والتحدي والجهد لمواصلة مسيرة البطولات والإنجازات ورفع راية الوطن في المحافل الدولية، متمنيا للفريق كل التوفيق في المنافسات والبطولات القادمة. كان منتخبنا الوطني لكرة اليد قد حصد المركز الرابع في أولمبياد طوكيو عقب الخسارة من إسبانيا بصعوبة ب33 هدفا مقابل 31 في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، وبذا يصبح منتخب مصر لكرة اليد أول منتخب عربي وإفريقي يحصد المركز الرابع في لعبة كرة اليد في دورة أولمبية. إنجاز جديد حققه فراعنة اليد بتحقيق المركز الرابع في أولمبياد طوكيو لأول مرة في تاريخه. الفراعنة وإن خسروا في مباراة تحديد المركز الثالث أمام إسبانيا، إلا أنهم أكدوا أن هناك طرقا أخرى للفوز ليس فقط من خلال النقاط، فالأداء البطولي والمشرف للفراعنة في المباريات فوز حققه أبطال مصر، وهو ما نال إشادة قوية خاصة في ظل الأرقام القياسية التي حققها الفريق منذ المباراة الافتتاحية وحتى ختام المنافسات. وأصبح الفراعنة أول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز بعد تحقيق الانتصارات والنتائج الكبرى في دور المجموعات ودور الثمانية، كما أصبح الفراعنة أول منتخب غير أوروبي يحقق هذا الأمر منذ منتخب كوريا الجنوبية، والذي فعل الأمر ذاته خلال أولمبياد سول 1988. وتأهل المنتخب المصري لكرة اليد إلى أولمبياد طوكيو بعد تتويجه بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية بالفوز على المنتخب التونسي مستضيف البطولة بنتيجة 27-23 في المباراة النهائية التي جمعتهما في صالة قصر الرياضة برادس. أداء فراعنة اليد في الأولمبياد سيظل على مر التاريخ رمزا للشموخ والقدرة على تحقيق إنجاز ضخم بكل الثقة في الذات رغم كل التحديات والصعاب. نجح أحمد الجندي لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث في حصد الميدالية الفضية الأولى لمصر في منافسات دورة الألعاب الأولمبية. أجاء الجندي في المركز الثاني برصيد 1477 نقطة، بينما حصل جاشونغ لاعب المنتخب البريطاني على الميدالية الذهبية. أجاء بطل كوريا الجنوبية في المركز الثالث ليحصد البرونزية. هذا وتحتل مصر المرتبة 38 في ترتيب إجمالي عدد الميداليات التي حصلت عليها كل دولة في أولمبياد طوكيو بست ميداليات، فيما احتلت المرتبة 53 بين 206 دول مشاركة في الترتيب العام لميداليات أولمبياد طوكيو، وذلك بناء على ترتيب نوعية الميداليات بواقع ميدالية ذهبية ومثلها فضية وأربع برونزيات. كتب أبطال مصر تاريخا جديدا في أولمبياد طوكيو بتحقيق ست ميداليات متنوعة، نتابع في العرض التالي.
بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. قال رئيس مجلس النواب في برقيته إن المناسبة تعبر عن المعاني السامية للدين الحنيف، دين الوسطية والرحمة والرشاد. بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. وأشار عبد الرازق في برقيته إلى أن الهجرة النبوية الشريفة تذكر بأحداث عامرة في القلوب سجلت في صفحات التاريخ معاني الوفاء والصبر على تحمل البلاء. كما هنأ رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. في برقيته أكد رئيس الوزراء على مواصلة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية والبناء كي يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر من تقدم ورفعة وازدهار، متمنيا للرئيس السيسي التوفيق والسداد. كما بعث رئيس الوزراء برقية تهنئة لشيخ الأزهر بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على شعب مصر العظيم وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والتقدم والازدهار. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة وبناء على توجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة، أقلعت طائرتان هليكوبتر شينوك مزودتين بكافة المعدات والوسائل المتطورة لمشاركة الجانب اليوناني في إخماد الحرائق المندلعة في الغابات. يأتي ذلك في إطار الدور الرائد الذي تقوم به مصر لمساندة الدول الصديقة في مجابهة المحن التي تتعرض لها. أمنيا، تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها على مستوى محافظات الجمهورية لضبط الأمن وحفظ القانون، وخلال أسبوع حققت العديد من النتائج الإيجابية التي نستعرضها في سياق هذا التقرير. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها. وعلى مدار أسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 6677 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1583 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات 9834 أرجيلة، إضافة إلى غلق 5492 محلاً مخالفاً لقرار مواعيد الغلق. كما تم ضبط عدد 66525 شخصاً لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 9569 قضية تموينية متنوعة، من بينها 139 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء، وضبط 10 قضايا مواد بترولية بمضبوطات بلغت 44580 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 9420 قضية تموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 1298 طن سلع غذائية متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 223961 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 32172 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق
تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4310 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 238 سائقا منهم، كما تم المرور على 146 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 295 من سائقي حافلات المدارس، كما تم فحص 323 حافلة مدارس، تبين مخالفة 28 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، كما تم رفع 291 سيارة و34 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 2149 قضية ومخالفة في مجالات حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 92,302 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 81,341,968 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 354 قضية، من بينها 194 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و160 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 7 قضايا في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة بقيمة مالية بلغت 8,601,042 جنيه مصري. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1438 قضية في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت أكثر من 2,325,263,000 جنيه، قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 3,529,930 جنيها. أطلقت قناة إكسترا نيوز مبادرة جديدة لتوثيق ملحمة البناء في مصر تحت عنوان مبادرة ولاد مصر. المبادرة عبارة عن حكايات يرويها عمال البناء والمهندسون المصريون يسطرون بها قصة نجاح مشروعات مصر القومية. ودعت إكسترا نيوز العمال والمهندسين للمشاركة بصورة على صفحة القناة الرسمية من موقع عملهم في حياة كريمة وكل مشروع قومي. أما حياة الكريمة فقد تحول من حلم إلى مبادرة ثم إلى مشروع قومي متكامل. فشعار الجمهورية الجديدة التي يرسي دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تسعى إلى تغيير واقع الحياة لسكان الريف في مصر الذين يجاوز عددهم 58% من سكان مصر عبر القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة من خلال جملة من المشروعات التنموية المتكاملة، حتى أطلق عليه مشروع القرن لتنمية الريف المصري. حياة كريمة مبادرة رئاسية تحولت لمشروع قومي. أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الأولى منها في احتفالية كبرى باستاد القاهرة، والتي تعد واحدة من أهم البرامج التنموية في التاريخ المصري الحديث، حتى إنه أطلق عليها مشروع القرن لتنمية الريف المصري. المبادرة تستهدف رفع مستوى المعيشة لأكثر من 4500 قرية وأكثر من 28,000 تابع، وتحسين جودة الحياة لحوالي 58 مليون مواطن خلال 3 سنوات، وبموازنة تقارب 700 مليار جنيه أو يزيد.
كما تستهدف المبادرة الرئاسية مواجهة الفقر، حيث تم تقسيم المشروع لثلاثة مراحل. الأولى تستهدف القرى التي تتعدى نسبة الفقر في سكانها 70%، بينما تشمل المرحلة الثانية القرى التي تتراوح نسبة الفقر فيها بين 50% و70%، وتشمل المرحلة الثالثة القرى التي تقل نسبة الفقر فيها عن 50%. بالإنجاز تحدت مبادرة حياة كريمة التحديات، إذ نجحت الدولة حتى الآن في تحسين معدل التغطية بالخدمات الصحية بنحو 24 نقطة مئوية خلال المرحلة الأولى من المبادرة، وتحسين معدل التغطية بالخدمات التعليمية بحوالي 12 نقطة مئوية، وارتفع معدل التغطية بالصرف الصحي بحوالي 46 نقطة مئوية، وتم إتاحة مشروعات صغيرة بقيمة 438 مليون جنيه وتوفير 71 ألف فرصة عمل. وساهم ذلك في تحسين مؤشر جودة الحياة في القرى التي تم تطويرها خلال المرحلة الأولى بحوالي 18 نقطة مئوية، وانخفاض مستوى معدل الفقر فيها بحوالي 14 نقطة. ومن مستهدفات المراحل المقبلة في مشروع حياة كريمة تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والاهتمام ببناء الإنسان المصري، وزيادة مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير السكن الكريم، والعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل. وحظيت المبادرة بالعديد من الإشادات الدولية، فقد أشار مكتب الأمم المتحدة للتنمية المستدامة إلى أن المبادرة ساهمت في تخفيف الآثار السلبية لكورونا وتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجاً، ووافقت الأمانة العامة للأمم المتحدة على إدراج المبادرة ضمن سجل منصة الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتبع المنظمة. وأشارت إلينا بانوفا منسقة الأمم المتحدة في مصر إلى أن تجارب مصر التنموية قوية جدا، ومن أهمها مبادرة حياة كريمة، بينما وصف كريستيان ثونز رئيس شركة دي أم جي موري الألمانية مبادرة حياة كريمة بأنها رائعة، لتخرج بذلك حياة كريمة من كونها مبادرة إلى شعار للجمهورية الجديدة، وترجمة لمساعي دولة 30 من يونيو لتعزيز حقوق الإنسان وتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ونحن بدورنا سنجوب المحافظات المختلفة المشمولة بهذه المرحلة من مراحل العمل في المشروع القومي الرامي لتطوير الريف المصري حياة كريمة، والبداية هذه اللحظة ستكون من دلتا مصر تحديدا من الدقهلية، لينضم إلينا على الهواء مباشرة الآن أحمد عبد الرازق ليسلط الضوء على طبيعة العمل الجاري والعمل العظيم في مناحٍ شتى. أحمد، في أي مركز وفي أي قرية تابعة لأي مركز في محافظة الدقهلية حيث يسير العمل كما يبدو معك في هذه الصورة؟ تحياتي لك أحمد. هذا مركز شربين بمحافظة الدقهلية والذي يضم 26 قرية بتوابعها. هذا المركز وقراه كاملة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكنا قد تجولنا على هذه القرى منذ صباح اليوم جولة موسعة، رصدنا خلالها العمل في المشروعات وحجم الإنجاز الذي تقوم به المبادرة الرئاسية حياة كريمة. قمنا بإجراء بعض اللقاءات مع المهندسين والعمال الذين أبدوا سعادتهم لمشاركتهم في هذا المشروع الذي أعدوه هو الأهم والأضخم الذي التف حوله المصريون. قمنا برصد العديد من المشروعات، من بينها مشروعات لرصف الطرق والصرف الصحي ومجمعات المدارس ومجمعات الخدمات الحكومية والوحدات الصحية وغيرها من المشروعات. ولكن أحمد، على أي حال اسمح لنا أن نتعرف بمزيد من المعلومات والتفاصيل بعد أن تحدثنا عن كل موقع على حدة على مدار اليوم في مداخلات على مدار اليوم ورسائل قدمناها على شاشة أكسترا نيوز. أن نتعرف في هذه الرسالة عما تقوم به المبادرة الرئيسية حياة كريمة بشكل عام في مركز شربين بقراه 26 التي يتضمنها أو تتضمنها هذه المبادرة، من خلال هذا اللقاء مع الأستاذ محمد الحسيني منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الدقهلية. تحياتي، أرحب بك على شاشة أكسترا نيوز، ويعني أطلعنا بمزيد من التفاصيل والإيضاح حول عمل المبادرة أو أبرز المشروعات التي تقوم بها المبادرة الرئاسية حياة كريمة في المحافظة.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي مبادرة حياة كريمة في مدينة شربين زي ما حضرتك تفضلت، بهدف 26 قرية بتتوابعة، وده بيستهدف حوالي أكتر من 500 ألف نسمة. مبادرة حياة كريمة هدفها هي التنمية الشاملة، التنمية الشاملة عن طريق التكامل والاستدامة. فلو بصينا على المشاريع اللي بتقوم بها حياة كريمة، اللي هي منقسمة إلى محورين، محور البنية الأساسية، البنية التحتية، ومحور بناء الإنسان وتنمية قدراته. المحور الاول قد يعني الناس تقول طب البنيه الاساسيه ما هو متوفره، لا هي البنيه الاساسيه في الكره هنا غير متوفره للاسف، ففي جزء منها انشاء وفي جزء منها احلال وتجديد. فعلى سبيل المثال في مشاريع خاصه بالصرف الصحي ومياه الشرب، مشاريع خاصه بالغاز والكهرباء، مشاريع الري، انشاء مجمعات خدمات حكوميه، وبالمناسبه ده بتوفر اساسا خدمات لم تكن موجوده في القرى زي الاشاره العقاري والسجل المدني. على سبيل المثال لو جينا بصينا لقطاع الري، هنلاقي ان الهيئه الهندسيه تسلمت عدد 37 كوبري، 5 كباري انشاء جديد، 15 كوبري رفع كفاءه، 17 كوبري احلال وتجديد. وعلى سبيل المثال الحمد لله بفضل الله تم الانتهاء من مياه الشرب، امداد خطوط مياه الشرب لعدد 21 قريه بنسبه تنفيذ 100%، وجاري استكمال باقي القرى. وبالنسبه للصرف الصحي ايضا تم البدء في عمل اعمال صرف صحي ل 16 قريه، وجاري استكمال باقي القرى. المحور الاخر هو محور تنميه الانسان وتنميه قدراته، وده محور حياه كريمه بتشتغل عليه يعني بشكل مكثف جدا وبتولي له اهتمام. حتى بعد المبادره هيكون في استدامه لهذا المحور، يعني لن يتوقف الامر على اثناء عمل المبادره فقط. اكيد، لان التضامن الاجتماعي، وزاره التضامن الاجتماعي ووزاره الثقافه هتستمر اعمالها طول فتره المبادره وبعد انتهاء المبادره للتاكيد على اهميه دور الانسان المصري وتنميه قدراته. ففي المحور تنميه قدرات هنلاقي ان مبادره حياه كريمه قامت بتدخلات في مجال الصحه، التعليم، التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضه، الثقافه. فعلى سبيل المثال في قطاع الصحه تم انشاء 5 وحدات صحيه احلال كلي، وده تم الانتهاء بنسبه 58% من اعمال التنفيذ، وجاري احلال وتجديد عدد 11 وحده طب اسره. لو جينا بصينا برضو على مجال الثقافه هنلاقي ان في يوم 27 في يوليو 27 لحد 29 يوليو الماضي تم عمل قوافل ثقافيه لمركز مدينه شربين، وكان بيشمل فيها بعض المحاضرات على راسهم دور اهميه حياه كريمه ودورها في تنميه الانسان المصري، كما ايضا كان في محاضرات توعويه للمراه الريفيه ودورها في تنميه المجتمع، وتضمن بعض الانشطه زي مكاتب متنقله، وكان في عروض فنيه، وكان في رسومات للاطفال. اذا مبادره حياه كريمه هدفها الشمول والتكامل وان شاء الله الاستدامه فيما هو قادم باذن الله. اشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد حسيني، منسق مبادره حياه كريمه في محافظه الدقهليه. ايضا احمد، هناك ثلاثه امور اود ان اشير اليها من خلال رصدنا لمشروعات حياه كريمه في محافظه الدقهليه. الامر الاول يتعلق بالمتطوعين في حياه كريمه، وهم يعني ذراع قويه ومهمه أو ساعد مهم جدا في هذه المبادره، ينتشرون في كل المواقع، يعرفون تماما ما هي المعلومات الخاصه بكل موقع من اجل ارشاد الناس او توعيه الناس باهميه هذه المشروعات. الامر الثاني انه عندما كنا نتحدث مع المهندسين في المواقع المختلفه ويقومون بتعداد المشروعات في هذه المواقع، كانوا يتحدثون يذكرون كلمه تطوير مره او اثنتين، ولكن يذكرون كلمه انشاء عده مرات تصل الى 6 أو 7 مرات، وهو ما يعني او ما يدل على ان هناك الكثير من الخدمات لم تكن متوفرة بالأصل في بعض هذه القرى. الأمر الأخير الذي أود أن أشير إليه أيضا هي ما يخص العمالة والبطالة. هذه المشروعات فتحت باب للعمالة للعديد من أبناء القرى، يعني هذه القرية التي نقف فيها الآن وهي قرية الترعة القديمة، إحدى هذه القرى التي تجولنا عليها، هناك العديد من أبناء هذه القرية يقومون بالعمل في المشروعات التي تنفذها مبادرة حياة كريمة في قريتهم، وهكذا الحال أيضا في القرى التي تجولنا عليها. ويعني هذا أعتقد يعني تركز المبادرة أو العاملين في المبادرة عليه هو أن يقوم العمال من أبناء القرية التي يتم تنفيذ المشروع بها بالعمل في هذه المشروعات. يعني هذا مجمل ما رصدناه على مدار اليوم في محافظة الدقهلية، وأعود إليك مرة أخرى. هو جزء من استثنائية هذا المشروع أنه حتى وهو يغير واقع الريف في مصر وواقع الحياة في مصر، أنه حتى يتيح فرص العمل للعمالة المحلية الموجودة في هذه القرية. أتمنى في هذه القرى، أتمنى أحمد أن تتاح لنا فرصة اللقاء أيضا خلال الساعات المقبلة. أحمد عبد الرازق على الهواء مباشرة من إحدى قرى مركز شربين المشمولة بالمشروع القومي حياة كريمة، شكرا جزيلا لك.
ولمزيد من الحديث عن مشروعات حياة كريمة في قنا ينضم إلينا من هناك مراسلنا أحمد الأفيوني. أحمد أهلا بك، تفضل. نعم، تحياتي لك وتحياتي لمشاهدينك الكرام. بالفعل كما ذكرت أتواجد هنا في محافظة قنا، مازلنا منذ صباح اليوم ونحن نتابع حجم الإنجازات الذي تحقق على أرض الواقع هنا في محافظة قنا. تحديدا أتواجد من قرية فاو، قبلي هذه القرية تابعة لمركز نشنة شمال جنوب محافظة قنا. هذا يعني هذه القرية هي واحدة من ضمن قرى كثيرة هنا عانت لسنوات كثيرة من يعني تهميش وافتقاد الحياة الكريمة هنا في المحافظة، لكن ربما الوضع قد تغير تماما. تحديدا اتواجد امام مشروع انشاء مجمع الخدمات الحكومي بقريه فاو قبلي، وهذه هي ضمن واحده من ضمن هذا المجمع، ضمن 19 مجمع على مستوى المحافظه يتم انشاؤهم هنا في هذه المحافظه على مساحه يعني حوالي 1000 متر مربع وبتكلفه اجماليه تخطت ال 10 مليون جنيه. للمزيد من التفاصيل دعيني استقبل معك وعبر الهواء مباشره الاستاذ عبد الراضي عربي، رئيس الوحده المحليه لمركز ومدينه دشنا. استاذ عبد الراضي، يعني في البدايه برحب بحضرتك، لو تطلعني على اهميه مركز او مجمع الخدمات الجماهيريه للخاص بالمواطنين هنا في هذه القريه والتابع للمبادره الرئاسيه حياه كريمه. انا احمد، ودعني اوجه تحيه وتهنئه للساده المشاهدينك بمناسبه العام الهجري الجديد ونحن على اعتاب هذا العام القديم. اسال المولى عز وجل ان يجعل بلدنا ان شاء الله امنه مطمئنه. زي ما تفضلت في المقدمة حضرتك فيما يخص مجمع الخدمات، فإن كان مركز دشنة أحد المراكز الخمسة اللي هي مستهدفة من مشروعات حياة كريمة، فالمجمع اللي احنا عنده وبصدده الآن أحد المجمعات الخمسة اللي موجودة في مركز دشنة. موزع هذه المجمعات على الوحدات المحلية الخمسة، الوحدات المحلية الأم، فيهم ثلاث مجمعات ابتدى بالفعل، هو مجمع فاو قبلي، بدينا العمل كما ترى والعمل ان شاء الله في شغل في مرحله كويسه. ابتدى العمل في مجمع الخدمات الصمطه، ابتدى العمل في مجمع الخدمات ابو دياب. فيما يخص الوحدتين عدد اثنين، وحده محليه قرويه ابو دياب ابو مناع غرب وابو مناع بحري، ده تم استلام الموقع. فدي المشروعات، دي مشروعات مستهدفه، مشروعات محترمه. القصد منها احنا بنجمع كل خدمات المواطن في مكان واحد، خدمات صحيه، خدمات تموينيه، سجل مدني، كل الحاجات، بحيث المواطن لما ينزل في مكان معين يلاقي الموقع اللي احنا فيه ده فيه وحده صحيه. مجمع الخدمات هيضم كل الخدمات، كل ما يحتاجه المواطن في محيط هذا المجمع هيلاقيه في خدمه واحده، وده بيسهل التعامل المواطن مع المصالح الحكوميه. أستاذ عبد الراضي، يعني فيما يتعلق بالمشروعات الأخرى يعني بخلاف هذا المجمع، أهم المشروعات التي تضمنتها مبادرة حياة كريمة هنا في مركز دشنة، خاصة يعني المشروعات الخاصة بالتعليم والصحة. هذا المشروع الرئاسي احنا فعلا في الصعيد محتاجينه، وده رؤية القيادة السياسية في كده، ومحل اهتمام السيد المحافظ فيما يخص متابعة كل المشروعات. لو اتكلمنا على قطاع الصرف الصحي مثلا، ودي مشروعات في قمة الاحتياج وفي قمة أولويات السيد المواطن. احنا عندنا 17 قرية مستهدفة من مشروعات الصرف الصحي، فيهم أربع قرى في الوحدة المحلية لقرية فاو اللي احنا فيها، أربع وحدات محلية أو أربع قرى في الوحدة المحلية لقدر أبو مناع، وعندنا ثلاث وحدات محلية بواقع ثلاث قرى في كل وحدة محلية، يعني بإجمالي 17 قرية بالإضافة للتوابع اللي نازلة. احنا ال 17 قرية دول تم العمل بهم بالفعل، تم رفع إحداثيات والرسومات الهندسية لل 17 قرى، جاري رفع الإحداثيات للتوابع، ثم شبكات الانحدار، ابتدى فعلا الشغل في شبكات الانحدار. في عندي 19 محطة رفع في دائرة المركز، تم البدء الأعمال في خمس محطات رفع، وده كلام محترم جدا، لدرجة فيهم محطة خلاص وصلنا فيها لنسبة تنفيذ حوالي 90% لمحطة نجع سعيد. العمل في مشروعات الصرف الصحي وده كله والتوسعات دي أكيد يستتبعها المفروض توسعات في محطة الصرف الرئيسية اللي هي في الميات، وبالفعل احنا في غضون أيام سيد محافظ تعليماته للشركة المنفذة حيتم استلام كافة أعمال المرحلة الثانية، يعني وصلت التوسعات في قرية الميات لنسبة 95%. ده فيما يخص الصرف الصحي في دائرة مركز دشنة. أنا بشكرك.
أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. إذن يعني كانت هذه هو لقاؤنا مع الأستاذ عبد الراضي عربي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديشنا حول أهم المشروعات القومية التي تم تنفيذها وهنا على أرض الواقع فيما يخص المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأعود إليكم مرة أخرى. شكرا لك مراسلنا أحمد الأفيوني وشكرا لضيفك الكريم. أهلا بكم من جديد وإلى الشأن التونسي، حيث أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه تحمل الأمانة باتخاذ التدابير الاستثنائية في إطار الدستور بهدف تكريس سيادة الشعب والحفاظ على الدولة. خلال استقباله بقصر قرطاج المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش، أكد سعيد متانة علاقات الأخوة الوطيدة والمتميزة التي تجمع بين البلدين. من جانبه قال قرقاش إن الإمارات تتفهم القرارات التاريخية للرئيس التونسي وتدعمها، مشددا على أن بلاده على ثقة بقدرته على عبور هذه المرحلة وحماية الدولة التونسية من كل ما يهددها. كما أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وقوف بلاده إلى جانب تونس عقب القرارات الرئاسية الأخيرة. وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس التونسي قيس سعيد، أعرب ماكرون عن رغبته بأن تصبح تونس قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، فيما تعهد الرئيس التونسي بالاستجابة للأمور الطارئة وبتقديم خارطة طريق للمرحلة المقبلة في أسرع وقت. أعلنت مصر عن ترحيبها بتعيين هانز جرودنبرغ مبعوثا خاصا للأمم المتحدة إلى اليمن. وأعربت الخارجية في بيان لها عن تطلعها للعمل مع المبعوث الأممي الجديد في جهوده لدعم تسوية شاملة للأزمات اليمنية. كما رحبت الحكومة اليمنية بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة السويدية هانز جرودنبرغ مبعوثا خاصا جديدا لليمن خلفا لمارتن جريفيث. وتعهدت الخارجية اليمنية في بيان لها بتقديم كل أشكال الدعم للمبعوث الجديد بهدف استئناف العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الصراع الدائر في البلاد. أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أنه تم تسجيل أكثر من 3100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 حالة وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية مقابل 21 حالة وفاة يوم السبت الماضي. في فرنسا تشهد أكثر من 150 مدينة مظاهرات احتجاجا على قرار فرض التصريح الصحي والتطعيم الإلزامي على مقدم الرعاية الذي صادقت عليه المحكمة الدستورية. وتجري هذه المسيرات للمرة الرابعة على التوالي خلال عطلة نهاية الأسبوع غداة نداء أطلقه الرئيس إيمانويل ماكرون بضرورة تلقي اللقاحات. القانون الذي جرى تبنيه في نهاية الشهر الماضي يوسع نطاق الشهادة الصحية المعمول بها لتشمل أماكن عامة جديدة، كما ينص على إلزامية
تقديم اللقاحات لمقدمي الرعاية الصحية. سجلت وزارة الصحة الفلبينية أكثر من 11 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى زيادة للحالات في يوم واحد خلال ما يقرب من أربعة أشهر، بالإضافة إلى 162 وفاة. قالت الوزارة في تقرير إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الفلبين ارتفع إلى ما يقرب من 1,650 ألف حالة. أهلا بحضراتكم من جديد. محليا، افتتح وزير العدل المستشار عمر مروان مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة الذي يضم 30 نيابة موزعة على 5 طوابق. يأتي ذلك بعد الانتهاء من افتتاح برنامج التحول الرقمي والميكنة الشاملة بمقار وأفرع النيابة الإدارية في عدد من المحافظات. صرح يليق بمكانة النيابة الإدارية والمترددين على النيابة الإدارية. زي ما حضراتكم عارفين إن في توجيه رئاسي بتكون بيئة عمل لائقة للقاضي والمتقاضي، يبقى الاتنين سواء اللي قاعد في المبنى أو اللي جاي مستدعى إلى المبنى يلاقي مكان عمل وبيئة عمل لائقة. في الحقيقة المبنى معد إعداد على أحدث مستوى، فيه متوفر فيه التقنية الجديدة كلها، أيضا يتوفر فيه بيئة العمل المريحة للسادة أعضاء هيئة النيابة الإدارية. تم تطوير عدد من المقرات وإنشاء عدد من المقرات الأخرى، وبخصوص التحول الرقمي فإحنا كنا بادرنا بإبرام بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات بما قيمته 240 مليون جنيه، وبدأنا فعلا في ربط بعض النيابات بمنظومة التحول الرقمي، وفي سبيلنا لربط باقي النيابات الأخرى بهذه المنظومة. وفي الحقيقة ده يؤدي إلى تيسير العمل وسهولة التقاضي. النيابة الإدارية عاملة الحقيقة مشروع جامد جدا، وده في تطوير العدالة، والمبنى على أحسن مستوى، وفي طبعا التحول الرقمي على أساس ده اللي هو الاتجاه وتوجيهات سيادة الرئيس، توجه رقمي في ان احنا نتوجه رقميا بحيث ان يبقى في ربط بين الهيئات القضائية كلها وبين بعض. والحقيقة مجهود من سيادة الرئيس النيابة الإدارية، وربنا يوفقهم يا فندم، شفنا مبنى على أعلى مستوى. أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي اهتمام الرئيس السيسي بتمكين الشباب في مختلف القطاعات والمجالات بكافة المحافظات. جاء ذلك خلال متابعته لمستجدات مشروعات الوزارة بمحافظة بورسعيد خلال زيارة قام بها إلى المحافظة. وشدد شعراوي على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتنفيذ العديد من المشروعات القومية بمحافظة بورسعيد، خاصة التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي، وثم تجربة محافظة بورسعيد الخاصة بمشاركة الشباب في المشروعات التنموية والخدمية. مشاهدينا، انتهت نشرتنا، وإليكم أهم ما جاء بها من عناوين. الرئيس السيسي يؤكد دعم العراق وحرص مصر على تعزيز التعاون مع بغداد في المجالات كافة. الرئيس السيسي يهنئ فريال أشرف بعد حصولها على الميدالية الذهبية للكاراتيه في أولمبياد طوكيو، ويعرب عن فخره بكل مصر يرفع اسم مصر عاليا. الرئيس التونسي قيس سعيد يتعهد بتقديم خارطة طريق للمرحلة المقبلة بأسرع وقت ممكن. تابعوا دوما مزيد من الأخبار والتقارير عبر موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم التواصل معنا والتعرف على جديد الأخبار أولا بأول عبر حساباتنا الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، وإنستغرام، ومتابعة البث الحي للقناة عبر قناتنا الرسمية على يوتيوب. هذه تحيات داليا أبو عميرة وتحياتي أحمد أبو زيد، في أمان الله.